أبدأ معك إبراهيم حول هذا القصف في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس. نعم، يعني عملية القصف المدفعي الإسرائيلي تواصلت منذ ساعات الفجر الأولى على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تحديدا بلدة الفراحين الواقعة تماما على سياج الحدود الشرقي، وأيضا في بلدة عبسان، بالإضافة إلى منطقة خزاعة ومنطقة الفخاري. هذه المناطق الحدودية الشرقية تعرضت إلى عمليات قصف مدفعي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل السياج الحدودي في مناطق عام 48. عدد كبير من القذائف وصل إلى منازل المواطنين وأيضا إلى الشوارع والطرقات، حيث أن هذه المنطقة ممتلئة عن بكرة أبيها بالمواطنين الذين عادوا إليها بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية البرية الثالثة التي نفذتها الفرقة 98 في مدينة خان يونس. وبدأت اليوم عمليات القصف المدفعي المعتاد على المناطق الشرقية. واحدة من هذه القذائف سقطت على منزل لعائلة أبو دقة، مما أدى إلى استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي لتلقي العلاج. عمليات القصف الإسرائيلي المدفعي ما زال متواصلا، بالإضافة إلى عمليات إطلاق النار من قبل الآليات الإسرائيلية من داخل السياج الحدودي والأبراج العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق النار الكثيف باتجاه منازل المواطنين والأراضي الزراعية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. هذا القصف الإسرائيلي الذي وقع صباح هذا اليوم لا ينفصل عن استمرار عمليات القصف المدفعي والجوي الذي كان طوال ساعات الليلة الماضية وأيضا فجر هذا اليوم، والذي أدى أيضا إلى استشهاد سيدة وطفلها مساء أمس عندما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدد من المنازل في منطقة معن ومنطقة حي المنارة شرقي خان يونس، والتي أدت إلى استشهاد امرأة وطفلتها الصغيرة، بالإضافة إلى إصابة عدد كبير من المواطنين وأيضا تدمير عدد كبير من المنازل. أما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة فعمليات القصف وأصوات الانفجارات لم تهدأ في هذه المناطق، تحديدا في المناطق الشمالية والغربية التي تعرضت منذ ساعات الفجر إلى عمليات إطلاق نار مكثفة من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة داخل القرية السويدية على أقصى في أقصى نقطة من السياج الحدودي الجنوبي الغربي لمدينة رفح. ومن هذه المنطقة تقوم الآليات الإسرائيلية بعمليات إطلاق نار كثيف باتجاه منطقة العزبة ودوار العلم ومنطقة المواصي بشكل عام، وتستهدف المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى هذه النقطة من أجل تفقد منازلهم، إطلاق نار كثيف، بالإضافة إلى عمليات القصف المدفعي التي تعرضت لها المناطق الشمالية كمنطقة الشاكوش والبركسات ومنطقة أمصبح، وأيضا بعض القذائف التي سقطت على المناطق الشرقية لمدينة رفح. لا زالت الأوضاع الميدانية متواصلة وتتصاعد يوما بعد يوم في جنوب قطاع غزة، مع انهيار كبير في الأوضاع الإنسانية والمعيشية جراء إغلاق المعابر وأيضا منع إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة. وكما قال برنامج الأغذية العالمي الذي قال أن نحو 2,200,000 فلسطيني هم بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية بعد هذا بعد 11 شهرا من الحرب المتواصلة على القطاع، وقال أن سكان قطاع غزة يعانون من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والمعيشية. جنوب القطاع أيضا هناك مشكلة كبيرة تتعلق في نقص المعدات والمستهلكات الطبية في المشافي، لا سيما هنا في مجمع ناصر الطبي، خاصة وأن معظم الأجهزة المركزية أصابها عطب كبير جراء التوغل البري واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع ناصر الطبي في العملية البرية الأولى التي تمت في الرابع من ديسمبر والتي استمرت 4 شهور، وحتى اللحظة لم يتم تعويض هذا المجمع بالمعدات الطبية اللازمة حتى يتمكن من أداء رسالته الإنسانية والصحية على أكمل وجه. معنا إبراهيم، أتحول إلى تامر دلول من حي الرمال ليطلعنا على التفاصيل والمستجدات جراء تجدد القصف الإسرائيلي المتكرر على عدة مناطق في مدينة غزة. تفضل تامر.
لليوم 17 على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية التوغل المحدود والنسبي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث قامت هذه القوات الإسرائيلية على مدار هذه الأيام بعمليات نسف لعشرات منازل المواطنين وتجريف أراضي واسعة من أحياء الزيتون وعلى طول امتداد شارع رقم 8 منطقة السكة وشارع كشكو ودوار دولة وكذلك الكلية الجامعية على امتداد شارع رقم 8 ومنطقة علي، شهدت استهدافات إسرائيلية وعمليات قصف وإحراق لعشرات منازل المواطنين. لكن الليلة الماضية كانت وتيرة القصف الجوي والمدفعي انخفضت بشكل ملحوظ، وفقد الليلة الماضية كان هناك استهداف لمسجد سعيد صيام في محيط بركة الشيخ رضوان في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. هذا الاستهداف نجم عنه استشهاد أو إصابة 5 من الفلسطينيين الذين كانوا في محيط هذا المسجد الذي تعرض للاستهداف، مع العلم أن هذا المسجد تعرض في أوقات سابقة من هذه الحرب الإسرائيلية إلى استهداف وتدمير بشكل شبه كامل. ولكن بين حين وآخر تقوم المدفعية الإسرائيلية بعمليات استهداف لمناطق متفرقة من مدينة غزة وشمال القطاع، ولكن انخفضت بشكل لافت. كان من المفترض اليوم أن تقوم وزارة الصحة والطواقم الطبية بعملية تطعيم الأطفال من شلل الأطفال هنا في مدينة غزة وشمال القطاع، ولكن عملية التطعيم تأجلت ليوم الغد الثلاثاء في كافة مناطق مدينة غزة وشمال القطاع وفي المراكز التي تم الإعلان عنها مسبقا من أجل تطعيم الأطفال دون سن العاشرة في كافة مدينة غزة وأحيائها وشمال القطاع. وبالتالي من المفترض أن يكون يوم أمس أو يكون يوم غد يوم لتطعيم الأطفال من الأمراض والأوبئة، وتحديدا شلل الأطفال بعد أن تفشى بين الناس والمواطنين في مراكز الإيواء وفي مناطق مختلفة نتيجة تراكم النفايات الصلبة، إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة ومياه الصرف الصحي وكذلك تلوث المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية، ما تسببت بانتشار أمراض كبيرة لدى الفلسطينيين هنا في مدينة غزة وشمال القطاع. حسب المواطنين الذين أفدنا من خلالهم خلال اليوم، منذ ساعات صباح هذا اليوم تمكن بعض المواطنين الوصول من بعض المناطق في أحياء الزيتون إلى المناطق الجنوبية الشرقية بعد أن كانت فجر هذا اليوم عملية تحرك واضحة للآليات العسكرية الإسرائيلية تخللها خلال عملية التحرك والانتقال من منطقة لأخرى لهذه الآليات العسكرية وجنود الاحتلال الإسرائيلي، عملية إطلاق نار من قبل هذه الآليات إضافة إلى الطائرات المسيرة من نوع كواد سكابتر. ووفق هذه الشهادات فإن الآليات العسكرية تراجعت من امتداد شارع رقم 8 بدءا من محيط مسجد علي والكلية الجامعية لخلف الكلية الجامعية، وبالتالي ربما تكون هذه يعني لإعلان انتهاء العملية العسكرية التي تستمر في أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى وعلى طول الامتداد لليوم 17 على التوالي. الناس هنا الوضع الإنساني، تعلم أن الوضع الإنساني والمعيشة والاقتصاد نتيجة عمليات التكرر النزوح من منطقة لأخرى والانتقال من مكان إلى آخر والاستهدافات الإسرائيلية وسياسة إسرائيل المتمثلة في هذه الأثناء بعملية توسيع محور نت سريم الذي يفصل ما بين الشمال والجنوب. الناس هنا بحاجة إلى الطعام والشراب وتوفر المستهلكات الطبية وغيرها، والمستشفيات التي تشهد هنا في مدينة غزة وشمال القطاع شبه انعدام وصعوبات في الحصول على الأدوية والطعام وغيره، وبالتالي الناس هنا بحاجة ماسة إلى الحصول على الطعام والشراب لكي تسهم هذه الأشياء في الصمود وأيضا التعامل مع الحياة الصعبة الذي يعيشها آلاف من الفلسطينيين لا سيما الأطفال الصغار وكبار السن والمرضى هنا في مدينة غزة. مع العلم أيضا خلال الأيام الماضية شهدنا عمليات تقوم من خلالها بلدية غزة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات أممية بعملية تنظيف الشوارع من النفايات الصلبة والركام وفتح شوارع جديدة هنا في مدينة غزة وشمال القطاع من أجل عملية التنقل من مكان إلى آخر، لسيما بعد أن تم إعادة افتتاح مستشفى الشفاء ومن المقرر أن يصبح هذا المستشفى، إضافة إلى المستشفى المعمداني وكمال عدوان والأندونيسي
لاستقبال الشهداء والجرحى والمرضى من كافة مدينة غزة وشمالية القطاع. إذن تامر دلول مراسلنا من حي الرمال ومن خان يونس إبراهيم قنن، شكرا جزيلا لكما.